فكرة التغذية، يمكن أولادنا أحيانا في وقت الامتحانات نكون مهتمين قوي ونشوف إن إحنا بنغذيهم صح، لكن رايحين جايين نعمل لهم الصينية كده مليانة سندوتشات وهمبرجر بقى وحاجات تانية، ونقول وكل اللي نفسهم فيه إحنا مش هنحرمهم منها علشان يقعدوا بس يذاكروا. فعايزين نعرف من حضرتك النهاردة التغذية السليمة وقت الامتحانات ممكن تكون شكلها إيه؟ اولا انا هتكلم من منطلق اسال مجرب ولا تسال طبيب، انا المجرب وانا الطبيب، انا طبيبه طبعا طبعا بحثه واستاذه في الطب في التغذيه وفي سن الشباب والمراهقه والطفوله، وفي نفس الوقت انا طول عمري بذاكر. ووالدتي رحمه يعني الله يرحمها الله يرحمها خلاص كانت بتساعدني، وانا كمان ساعدت ابني ربنا يبارك. فنفس الفكره متوارثه من الاجيال، ان ازاي نهتم بثلاث حاجات مهمه قوي لازم نعرف. في حاجه اسمها بلاد برين بارير، 3 بي، بلاد برين بارير اللي هو الحاجز بين الدم والمخ. الحاجز ده ما فيش حاجه بتتخطاه اي ماده غذائيه غير الجلوكوز. تمام. يبقى في الحاله دي لازم احافظ على مستوى الجلوكوز في الدم علشان يدخل الجلوكوز اللي هو الغذائي الوحيد اللي بيعدي في الحاجز ويدخل للمخ. يبقى في الحالة دي باخدش ثلاث وجبات، اخد 6 وجبات. 6 علشان اضمن ان السكر ثابت. يعني 3 وجبات رئيسية وثلاثة سناكس مثلا بينهم. ضروري. تمام. مهم جدا، مفيش حاجة اسمها افطر واتغدى وتعشى. لا، لازم 6. تمام. 6 وجبات. لازم احافظ جدا جدا على اقسم يومي 8 حاجات، 8 نوم و8 اذاكر و8 لازم ابقى اتمتع فيهم باي حاجة. قرب الامتحان نقلل شويه عدد الساعات. نتمتع 8 ساعات وقت الامتحانات يا دكتور؟ انا عايزه اركز على النقطه دي لاني في ناس كتيره تقول لك لا امتحان يعني معسكر. ما هو معسكر بعد كده 8 8 8. قرب الامتحان 8 بتبقى 6 اللي هم بتوع المتعه او الليجر تايم. بيبقى الوقت بتاع الليجر تايم بيتحول لمذاكره، لكن ما جيش على وقت النوم ابدا. لازم اهتم بثلاث عناصر غذائيه مهمه جدا، نمره 1 الميه، لان الميه هي اللي يعني غذاء مهم جدا، والديهايدريشن او عدم الارواء بيصيب بالاجهاد والدوخه والزغلله وعدم التركيز وعدم استدعاء المعلومات. مهم قوي البروتين، واهم حاجه في البروتين السمك والبيض. لان اوميجا 3 الموصلات كلها اللي موجوده في الدماغ موصلات بروتينيه. مهم جدا الحديد، البنات كمان اللي بتبقى عندها بيريد فقد شهري وكده كلهم بيبقى عندهم انيميا وعاملين ريجيم وبتاع، فلازم عشان الانيميا برضو بتاثر على الذاكره وعلى استدعاء المعلومات. تمام. ابعد على 3 حاجات، على السكريات اللي هي البسيطه، على المقليات والاكل الثقيل، على المنبهات القهوه والشاي وال المواد اللي هي بتعتبر منبهه، مشروبات الطاقه.